استغلال واضح ومنافسة شرسة وسرقة أفكار، كلها محاولات من منصات مختلفة لسرقة الأضواء من تويتر. فهل تخبطات تويتر وتغيير شعارها في الآونة الأخيرة سيزيد من حظوظ المنافسين، خصوصاً أنها تواجه تهديداً جديداً يقتحم عالمها بعد ثريدز؟ فقد أطلق تطبيق تيك توك الصيني للمقاطع المصورة القصيرة خاصية جديدة لكتابة منشورات نصية فقط، في محاولة للاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها تويتر. منذ شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لموقع التواصل الاجتماعي الشهير العام الماضي وفقاً للخبراء، هذه الخاصية ستتيح لمستخدمي تيك توك الذين سينشرون محتواً مكتوباً إضافة صوت إلى النص أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات، بالإضافة إلى السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية دويتس التي تمكن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر. كما أفاد الخبراء بأن منشورات تيك توك الجديدة التي تشبه خاصية ستوريز على إنستغرام لها حد أقصى من الحروف يصل إلى 1000 حرف.